هاي أولى أشكال التبني المعروفة مذكورة بالكتاب المقدس لما بنت الفرعون بنت موسى. أولى القوانين يلي بتشرع التبني مذكورة بشريعة حمورابي، أما بالشكل الحديث فالقانون يلي سنته الكومنولث اوف ماساتشوستس ب 1851 كان الأول يلي شرع التبني. بيضم العالم اليوم 18 مليون يتيم، ومن أبرز أسباب التبني عدم القدرة على الإنجاب، وبيحصل عادة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج. أعلى نسب التبني سجلت سنة 1985 بكوريا الجنوبية لما تم إرسال 1.3% من مجمل الأطفال للتبني. أما الولايات المتحدة فبتحتل المرتبة الأولى عالمياً بالتبني، وبتتبنى أطفال أكثر من كل بلدان العالم مجموعة بشكل محلي وعالمي بالوقت ذاته. مين قال إنه الأطفال المتبنيين بيحققوا مستويات أعلى من النجاح الاجتماعي والسعادة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.